أممي يدق ناقوس الخطر إزاء ارتفاع حرارة الأرض. وسط الكوارث الطبيعية، كيف نضمن صحتنا النفسية؟ ودعوات أممية لتعزيز الصداقة مع البيئة لتحسين مستقبل الأطفال. برنامج اليوم مع رغدة إبراهيم وباسل صبري. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام. في عالم الأفلام والموسيقى كانت هناك دائماً أعمال معينة فيها رسالة، تعتبر رسالة عابرة للزمن، رسالة اتضح معناها أكثر فأكثر بعد فترة طويلة من إنتاج هذه الأعمال. واتضح أيضاً أن القائمين عليها يعني كانوا نوعاً ما شايفين أشياء محدش غيرهم شايفها. فعلاً باسل، وممكن من أهم هذه الإنتاجات والأعمال اللي أنتجت عن المستقبل وفي عالم السينما والموسيقى كان في عام 1995. نداء واضح للتوعية البيئية في مواجهة سلوك الإنسان والطريقة اللي بيعامل بها كوكب الأرض، طريقة لم تأخذ للأسف في الحسبان الأثار المترتبة على الطبيعة والمناخ واللي بدأ الكلام عنها بشكل مكثف في وقت لاحق. صحيح، مايكل جاكسون باسل على الأكيد كان واحد من الناس اللي توقعوا مستقبل مليء بالغموض والأذى إذا صح التعبير على مستوى البشر. وكانت لي أيضا أغنية تانية أطلقها عام 1991، هذه الأغنية كانت بعنوان Heal the World، والمعنى في الأغنية بسيط جدا وهادف أيضا، وهو إيصال رسالة أمل للبشرية حتى تحفزهم للقيام بخطوات فعالة لخلق عالم أفضل. كيف يمكن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري؟ سؤال طرح كثيرا في الفترة الماضية، خصوصا مع بلوغ درجات حرارة الأرض ومعدلات انبعاثات الغازات الدفيئة لمستويات قياسية، مستويات دعت علماء المناخ لدق ناقوس الخطر في آخر التقارير الأممية. نعم باسل، وكان لمؤتمر الأمم المتحدة 28 للأطراف COP28 في دبي، كان لهم هدف رئيسي واحد، هو إعادة العالم إلى المسار الصحيح لإبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري أقل من 1.5 درجة مئوية. ومع العلم أن بعض الدول اتفقت على هذا البند وأيضا دول أخرى اعترضت. طبعا هذه المعطيات الجديدة تأتي بعد شهور تبعناها من ظواهر طقس متطرفة ضربت مختلف أنحاء العالم، تضمنت موجات حر في الصين، في أوروبا، سيول عارمة في ليبيا، حرائق أيضا في العديد من الدول، ليكون 2023 هو أعلى الأعوام حرارة على الإطلاق. تحذيرات ومخاوف، تعهدات واتفاقيات دولية، ولا خطوات جادة تساعد الكوكب. العالم حاليا في مسار تجاوز مستوى درجات الحرارة المتفق عليه من أجل مواجهة تداعيات ظاهرة تغير المناخ. ومع ذلك الأمل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية لا يزال ممكنا بحسب خبراء الطاقة، ولكن يتطلب تخفيضات حادة في انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع الطاقة وفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير. الوكالة حذرت من أن الفشل في تحقيق تخفيضات سريعة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإن فرصة زيادة درجة حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية ستصل إلى 50% قبل عام 2030. في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 حضر هذا الملف بقوة على طاولة النقاش، وأسفر عن نتائج مهمة، منها اتفاق أكثر من 100 دولة على مضاعفة الطاقة المتجددة في العالم 3 مرات بحلول عام 2030، إضافة لتوصل ما يقرب من 200 دولة لاتفاق رائد يهدف للانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري والفحم والنفط والغاز. كما اتفقت 50 شركة للنفط والغاز على خفض انبعاثات غاز الميثان والقضاء على عمليات حرق الغاز الروتينية. كل هذه الخطوات تؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات سريعة وغير مسبوقة لمكافحة تغير المناخ والحد من آثاره المدمرة وإبقاء ارتفاع حرارة الكوكب عند مستوياته الآمنة. ينضم لنا الخبير البيئي محمد كرم، أهلا بك، صباح الخير. صباح النور، سعداني بقى معكم مرة ثانية. وإحنا كمان أكيد كل عام وانت بألف خير. بالنظر لكل هذا، كيف شايف اليوم كل هذه المواضيع البيئية اللي نناقشوا فيها؟ ممكن السؤال هنا يكون ما هي أهمية أنه ما يتخطاش الاحتباس الحراري درجة 1.5 درجة مئوية زي ما كان هذا هدف من أهداف COP28 على سبيل المثال؟
طبعا احنا اول ما سمعنا عن 1.5 كان في مؤتمر المناخ 2015 بناء على ابحاث ودراسات في باريس، بناء على ابحاث ودراسات اكدت ان خلال العقود القادمه درجة حرارة الارض لا يجب ان تزيد عن 1.5 من اول قياس لدرجة الحرارة اللي هو 1860. احنا عشان نعرف خطورة اللي احنا وصلنا له، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في 2022 قالت ان درجة حرارة الارض زادت 1.2 درجة من اول ما ابتدينا نقرأ او نسجل درجة الحرارة اخر 4 سنين. درجة الحرارة او كان اعلى درجة حرارة سجلت اخر 4 سنين زي ما تفضل باسل. فكل خلينا نقول الظواهر والكوارث الطبيعية اللي شفناها والفيضانات والعاصف، واحنا لسه بنتكلم على 1.2. فنتخيل لو وصلنا 1.5 او الخط الدفاع الاول، يعني مش المفروض نتعدى 1.5. ايه اللي ممكن يحصل؟ خلينا يعني يمكن الناس علشان كده مش مدرك اهميه الموضوع، خلينا نتخيل السيناريو ده، هو السيناريو الأسوأ، بس ايه اللي ممكن يحصل لو وصلت 1.5 او تخطت 1.5 وصلت لدرجتين مثلا؟ خلينا نتخيل احنا عندنا كتله جليديه او غطاء جليدي في القطب الشمالي والقطب، الغطاء ده لما تزيد درجه الحراره هيدوب، هيؤدي لارتفاع سطح المحيطات في جزر ودول وشواطئ حتى هتختفي تماما. الحموضة أو الأسيديتي هتزيد حوالي 20% في المحيطات لأكبر أو أكبر خلينا نقول مساحة مسطح مائي بياخد ثاني. يعني الحياة البحرية نفسها ممكن تكون مهددة في هذه الحالة. فهنا هنتكلم على تهديد التنوع البيولوجي وتكلمنا عليه قبل كده، بنتكلم على أمن غذائي لأن في حصل فيه تصحر هيأثر على الزراعة على الصناعة، بنتكلم طبعا على تأثيرات أو اقتصادية واجتماعية لأن في ناس هتضطر تنقل من مكان لمكان بسبب الجفاف والمية، بطالة اقتصاد. ف يعني هو حيلمس كل شخص فينا، كل يعني كل حاجه في حياتنا حيالي بقى تاثير. يعني في تاثير كبير، وزي ما حكيت حتى بس الناس ممكن مش مستوعبه كميه التاثير الكبير اللي هي كره الثلج المتدحرجه مثل ما يقال، يعني لاشياء مثل هذه. كوب 28، الجهود والأهداف النقل والنقاط الختامية اللي خرجت بها، أعتقد أنها كافية؟ هل ممكن تعمل تأثير؟ أكيد هو كافية، لسه محتاجين زيادة، بس ممكن تعمل تأثير على المدى الطويل. طبعا أول حاجة في من أهم التلقاءات اللي اتخذوا أو اللي الدول توافق عليهم خلال كوب 28، يعني أول مرة يحصل مراجعة شاملة للقرارات أو الاتفاقيات اللي حصلت في 2015 في مؤتمر باريس. في حصل تقريبا اتفاقيات اللي حوالي 84 مليار دولار مساعدات، وفي صندوق الأخضر للأمم المتحدة، وكمان دولة الإمارات عملت صندوق حوالي 30 مليار. ثالث حاجة اتفقوا أخيرا على أن يحصل تقليل او انخفاض تدريجي لاستخدام الوقود الاحفوري، ودي كانت نقطه خلاف كبيره والحمد لله ان يحصل عليها توافق من جميع الدول. ثالث حاجه ان احنا لازم نزود الطاقه من المصادر المتجدده او الطاقه المتجدده 3 مرات، او نزود الطاقه الانتاجيه للمصادر الطاقه المتجدده حوالي 3 مرات لغايه 2030. هل في تقصير، هل بتشوف او بتتفق انه في تقصير من قبل الدول المتقدمه في دعم الدول الناميه في هذا التحول؟ يعني بمعنى اصح انه في مسؤوليه دوليه مجتمعيه انه هذه الدول تدعم الدول الاضعف او الاقل حظا في هذا الموضوع؟ طبعا زي ما هو النص الشمالي من القرى الارضيه في كل الدول الصناعيه وكل الدول الخليجيه والمسؤول عن التغير الاقليمي، يعني في الصين امريكا الهند، الثلاث دول مسؤولين عن 50% من انتاج غاز ثاني اكسيد الكربون او غاز الاحتباس الحراري، واللي بيأثر على الجزء الجنوبي للقارة. في دول كتير ما عندهاش الإمكانيات إنها تقدر تعمل أو يعني تواجه التغيرات، لأن إحنا عندنا كمان إحنا بنتكلم محتاجين
2.5 أو 3 تريليون دولار سنوياً بحلول 2030 عشان يقدر يساعد الدول تواجه التغيرات في نفس الوقت تتكيف مع التغيرات اللي حصلت لدي حصل أضرار في البيئة فلازم يحصل تكيف عليها. على ذكر مساعدة الدول النائمة كان في صندوق كذلك عمل في كوب 28 في صناديق كتير لمساعدة الدول بس صندوق هذا اللي هو تقريبا وصحح لي إذا غلط الرقم مليار أو أكثر من مليارات صح؟ في صندوق الأخضر للأمم المتحدة ده يعني جمع فيه حوالي أكثر من 100 مليون دولة الإمارات عملت صندوق اسمه التيرا بيتكلم في حوالي استثمارات هتتخطى 30 مليار دولار مجموع الاتفاقات ديت كانت حوالي 84 مليار دولار وده يعني رقم كبير بس في نفس الوقت هنحتاج أكتر للرقم دوت عشان نقدر نواجه التحديات الفجوة. طيب خليني أتخيل أو خلينا نتخيل مع بعض سرعة التعافي من الاحتباس الحراري لو بدأت الدول كلها أو بدأ العالم كله تفعيل هذه الخطط الطاقة المتجددة المستدامة وما إلى ذلك، هل التحول هيكون فوري أم أنه التحول نفسه أو عكس مسار ارتفاع درجة الحرارة هيحتاج هو كمان الكثير من الوقت؟ لا طبعا هيحتاج سنوات. إحنا يعني هو مش لحظي حتى لو عملنا كل الجهود الممكنة مش لحظي، لأن خلينا مثلا تخيل إحنا هنزرع شجرة هتحتاج وقت قد إيه عشان تكبر وتفتح ثمارها. فنفس الموضوع إحنا حصل ضرر فعلي في مناطق كتير غابات الأمازون، في مناطق كتير حصل فيها تصحر أو جفاف أو حريق بسبب ارتفاع درجة الحرارة، فده هياخد وقت. إحنا مش عاوز أقول بالسابق الزمن بس حصل خلينا نقول استخفاف في الأول أو ما كانش في أرقام صحيحة، في نفس الوقت ما كانش في ريسورس أو تولز تساعد الدول النامية أنها تقدر تواجه. طيب توقعاتك بهذا الشأن في 2030، لأنه الكثير يعني وضع أهداف لعام 2030 كذلك أنها تحقق نتائج المرجوة منها، وين شايف العرب كذلك والدول العربية من هذا أو في هذا المسار أيضا؟ أول حاجة خلينا نقول دول الخليج وبالذات الإمارات والسعودية حطت استثمارات 2030 حطت استثمارات وخطط كتير بالذات في مجال الطاقة المتجددة، بنتكلم على مثالي أكبر سولا أو أكبر مزرعة للطاقة الشمسية موجودة في الإمارات، بنتكلم السعودية عاملة انفستمنت كبير في الهيدروجين الأخضر، كذلك دول شمال أفريقيا في مصر والمغرب في استثمارات كبيرة في الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، فالعرب خلينا نقول مشاركين وهم من أكثر الدول حتى أصلا بالذات منطقة الخليج. إحنا بنتكلم لو فضل درجة الحرارة بالوضع ده 2070 أو 2075 هيبقى المنطقة غير قابلة للعيش فيها. حصل مجهودات كتير، لسه مجهودات كتير مفروض تتعمل، في خطوات خلينا نقول خدها المؤسسات الدولية والدول لأن حسب حجم الخطر اللي إحنا وصلنا له. ولكن إحنا مشاركين بصورة فعالة كعرب في المجمل في هذه المسيرة. طبعاً طبعاً وباستثمارات كبيرة كمان النهى واللي موجود عندنا أو المعرفة. معرفة. صحيح. أشكرك شكراً جزيلاً على وجودك معنا هذا الصباح، الخبير البيئي الأستاذ محمد كرم، شكراً لك. شكراً لك. شدينا بعد لحظات وسط الكوارث الطبيعية كيف نضمن صحتنا النفسية؟ ابقوا معنا. الاحتباس الحراري وارتفاع درجات حرارة الأرض هو أحد أشكال التغيرات والكوارث الطبيعية. مؤخراً أصبحنا نستيقظ كل يوم على خبر أو على كارثة طبيعية مختلفة. صحيح، بالأخص السنة الماضية كانت الأخبار عبارة عن جرعة مكثفة من الوجع والحزن والألم على ضحايا زلزال المغرب، إعصار ليبيا، حرائق الجزائر وغيرها الكثير من الكوارث الطبيعية. صح باسل، وفي هذه اللحظات أعتقد كلنا تشاركنا نفس الشعور، كلنا صلينا، كلنا دعينا، كلنا تمنينا لكل المفقودين في هذه المصائب اللي حلت بهذه الدول، تمنينا لهم النجاة، تمنينا لهم العودة لعائلاتهم، وحسينا بالخوف وبالحزن على الضحايا أكيد اللي فقدناهم في
هذه الأزمات الكارثية. أكيد 100%، ومع أنه لا شك في أنه هؤلاء هم الضحية الأكبر لكل ما يحدث، ولكن هناك أيضا ضحايا خارج المشهد، لأن هذه الأخبار تؤثر فينا جميعا بشكل قاسي، تثير كما ذكرت القلق الخوف من احتمال تكرار حتى السيناريو في مناطق أخرى، وطبيعي أن يخطر في بالنا ماذا لو حدث هذا هنا، كيف سنتصرف، كيف سنحمي أطفالنا، غيرها من التساؤلات اللي بتندرج اليوم تحت مبات يعرف باسم القلق البيئي. صحيح، وهذا طبيعي جدا أن تشعر بهذا الشعور. القلق البيئي هو هنا أحد أشكال أو تداعيات تأثير الكوارث على الصحة النفسية. هذا المصطلح برز مؤخرا بكثرة في مجالات الطب النفسي، ومعناه هو الخوف والقلق من الأضرار المتعلقة بالكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ. بحسب منصة Medical News Today الطبية، هناك تركيز واضح اليوم على مفهوم القلق البيئي في الطب النفسي. طبعا هو مصطلح يستخدم لوصف القلق المزمن أو الشديد المرتبط بعلاقة الإنسان بالبيئة. مثلا الجمعية الأمريكية للطب النفسي تعرف القلق البيئي بأنه خوف مزمن من الهلاك بسبب الكوارث الطبيعية. تربط الجمعية أيضا بين الأثار المترتبة على تغير المناخ وكوارث البيئة وتأثيراتها على الصحة العقلية للسكان. يمكن أن تتمثل أو أن يتمثل هذا القلق في عدة أعراض، منها الاكتئاب، التوتر، القلق المفرط، والذي ممكن أن يصل لحد العدوانية. نعم، وهنحكي الآن عن حالة لسيدة مصرية اسمها مروة تاج الدين. هي والدة لطفلتين، أطلقت مبادرة لتعليم الأمهات والأطفال أساليب التعامل مع الكوارث الطبيعية، وأيضا قامت بنشر إرشادات السلامة العامة بعد الزلزال اللي ضرب المغرب والفيضانات اللي في ليبيا، حتى تعرف كيفية أو يعرفوا كيفية التصرف في حال وقوع كارثة طبيعية. كل فترة بنلاقي كارثة بيئية في دولة معينة، فأنا عايزاهم على طول يبقوا مستعدين وما يبقوش خايفين، لأن إحنا معرضين في أي وقت يحصل لنا أي كارثة. هو يعني هو الموضوع مش بعيد قوي، فلازم نجهز ولادنا ونثقف نفسنا كويس جدا عشان نواجه أي كارثة بيئية يعني ممكن أن تحدث. يعني حاولت أعمل مبادرة كأم مصرية وإني أثقف نفسي بخصوص الكوارث البيئية وإزاي بتحصل ويعني تداعياتها وإزاي نواجهها، علشان عايزة أنقل الموضوع ده وأفهم ولادي وأعلمهم إزاي يتعاملوا مع لو حصل كارثة بيئية، إزاي يتعاملوا معاها من غير أي خوف، من غير أي توتر، ويبقوا على طول مستعدين. أنا كنت مهتمة أعلم بناتي إزاي يواجهوا الكوارث البيئية، وإن أول حاجة الثبات الانفعالي، لأن الخوف بيبوظ كل حاجة، فأهم حاجة إن هم يبقوا مطمئنين لو حصل أي كارثة ويعرفوا يتصرفوا بطريقة صح، ويعرفوا يعملوا يطبقوا التعليمات وقت وقوع زلزال. يعني لأن أنا قايلة لهم شوية خطوات كده، حتى لو أنا مش معاهم يقدروا يتصرفوا لوحدهم، ودي أهم حاجة إن إحنا نعلم الطفل حتى لو هو مش معانا ازاي يتصرف لوحده. الاستعداد للكوارث الطبيعية بما أنها موجودة، والإنسان لا يمكن أن هو يمنع الكوارث الطبيعية، ولكن هناك بعض التدابير لكل الدول. عندما نعلم أن هناك بعض الزلازل في أماكن معينة، عندما تحدث الكارثة ويكون هناك ضحايا، يبقى هنا يكون هناك خطة، بنقول خطة إدارة الأزمة وقت الزلزال، كيفية نقل هؤلاء السكان، كيفية التعامل معهم. لكي نستعد للقلق البيئي حقيقة فيه الحكومات عليها دور، والشعوب أو السكان نفسهم عليهم دور آخر. الحكومات إنها بتكون على استعداد إذا كان بيحصل أعاصير، أو إذا كان في رياح شديدة أو أمطار أو غيره، أو زلازل أو براكين، يبقى الدولة مستعدة، في مثلا السيول أيضا. وعلى السكان، هنا السكان بيأتي الوعي لهؤلاء السكان ماذا يفعلون وقت الأزمة، وقت هذه الكارثة، يبقى عليهم يعني التصرف السكان نفسها وتعاملهم مع هذه الظاهرة.
لما بدأت أبحث على الإنترنت عن طريق إزاي مواجهة الكوارث الطبيعية، اكتشفت إن في حاجات ساعات بنعملها وإحنا متوترين أو وإحنا خايفين، فحاجات غلط وما ينفعش نعملها، فلازم ضروري جدا إن إحنا نثقف نفسنا وقت وقوع الكوارث، تعمل إيه وما نعملش إيه، دي مهمة جدا. مواجهة الكوارث الطبيعية الموضوع ما بقاش متعلق بي أنا وبناتي بس، لكن أنا بحب إن أنا أنقل الموضوع لبقية الأمهات، وإزاي يثقفوا أولادهم وإزاي يعلموهم وإن ما فيش حاجة بعيدة قوي، ممكن الكارثة تحصل في أي وقت، فلازم أولادنا يكونوا مستعدين، وملهاش علاقة بسن الطفل خالص. أنا ممكن نعلمه من سن سنتين سنة ونص، نعمل زي مسرحية أو زي حاجة كده، نعلمهم بطريقة بسيطة جدا إزاي يواجهوا أي كارثة طبيعية ممكن تحصل. السكان اللي عايشين في المناطق الساحلية يكون عندهم الاستعداد ان لما تحصل اعاصير يعني يكون في خطة لإجلاء السكان عند ارتفاع الموجات او غيره منها، عند حدوث ما يسمى بالسونامي نتيجة ارتفاع الامواج او حدوث الزلازل، او عندما يحدث زلزال ماذا يفعل هؤلاء السكان، ايضا لابد من التوعية بحيث عدم التدافع مثلا على الاسانسير او على سلم العمارة او غيره. فإذن محتاجين، كل دولة عندها بنقول مشاكل بيئية تختلف عن الدولة الأخرى، وبالتالي من هنا وجب المزيد من الوعي لسكان تلك المنطقة. قدرت أثقف نفسي وبالتالي قدرت أثقف بناتي بطرق الإخلاء الصحيحة وقت الزلزال أو وقت أي كوارث البيئية، ودي أهم حاجة لازم نوصلها لأولادنا علشان يقدروا يتعاملوا مع أي كارثة بيئية ممكن تحصل. للمزيد حول الموضوع تنضم إلينا الآن آلاء جابر، أخصائية برامج الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في منظمة أنقذوا الأطفال. أهلا بك وصباح الخير عليك أستاذة آلاء. يعني في البداية، ما هو حجم تأثير ما يعرف بالقلق البيئي على الصحة النفسية للأطفال اليوم في رأيك؟ أولا شكرا كثير على الاستضافة. ثانيا كثير مهم نحن عم نبلش نحكي عن الصحة النفسية ونعتبرها هي موازية للصحة الجسدية اليوم بالعالم تبعنا. أكيد القلق البيئي جدا بيأثر على الصحة النفسية للأطفال وللراشدين، بس إذا نحن بدنا نركز أكتر على الأطفال هو أكيد رح يأثر عليهم، لأنه رح يكون عم بهدد سلامتهم الشخصية وسلامة أهلهم، وكمان بالتالي رح يكون عم بهدد الحماية لألهم لعائلتهم الصغيرة للبيئة اللي هن عايشين فيها وللمكان اللي عايشين فيه. فبالتالي رح يكون عم بهدد انه اذا صار في اي خطر او اي كارثة طبيعية رح يكون عم بأثر بالطبيعة على بيتهم، على انهيار المنزل، رح يضطروا يكونوا عم يتركوا البيت، رح تكون عم تتغير العادات اللي هن عايشينها، مكانهم الامن، يمكن رح يضطروا يهربوا اول فترة ما يكونوا قادرين يلتقوا بالاشخاص اللي كانوا بحبوها، بالعيلة، بالرفقة، بالاصدقاء، يمكن يطولوا ليرجعوا نظام الروتين بحياتهم. فبالتالي هذا كله رح يكون عم بيأثر عليهم، ورح يكونوا عم بيشوفوا حتى الأشخاص اللي حواليهم اللي كانوا يطلعوا لألهم بمصدر أمان كأهلهم، يشوفون يمكن قلقين خايفين على حالهم وعلى أولادهم، وبالتالي هذا رح يكون عم بيزيد كمان القلق عند الأطفال. طيب في كوارث يعني الآن حسب ما نرى من العام اللي فات والعام اللي قبله كذلك، يعني في كوارث عديدة، في أزمات ربما بيئية صارت في بعض الدول أيضا. الآن باختلاف هذه الأزمات، شنو الاحتياطات العامة اللي ممكن يتم اتخاذها لحماية الأطفال في حالات الكوارث الطبيعية؟ هلا نحن اكيد لازم نكون عم ناكد على اهميه دور الاهل بتحضير الاطفال بقلب المنازل وبقلب العائله لهدول الكوارث الطبيعيه، لانه هيدا هو الدور الاساسي لالهم كاهل، هن عم يتواصلوا مباشره مع الاولاد. فاول احتياط طبيعي لازم يصير هو نحن اذا بنعرف عايشين ببلد باختلاف، مثل ما حضرتك ذكرت، باختلاف الكوارث الطبيعيه
اللي بتصير وباختلاف حدتها، لازم يكونوا الأهل هن المصدر الأساسي لإعطاء الأمان للأطفال من خلال أولا يمكن اختراع خطة أمان بقلب المنزل إذا صار هيدا الحدث، نحن وين فينا نتخبى، أو إذا صار هيدا الحدث نحن من وين فينا نهرب أو كيف فينا نهرب. كمان ممكن نكون نحن عم نجهز بقلب البيت مثل شنطة طوارئ صغيرة بقلب الأمور الأساسية لقلب لنحن نقدر نطلع من البيت، يمكن المي، الأوراق الثبوتية الأساسية، ضوء، أكل، سناكات بسيطة للأطفال وحتى للأهل لنحن إذا بدنا نهرب أو نظهر من البيت وبعد ما عارفين أي متى ممكن نرجع على البيت أو شو ممكن يصير، نكون نحن محضرين ده هيدا الخطة. وكمان بغض النظر عن شو خطة الطوارئ اللي منحطها، كتير مهم انه نفتح المجال للأطفال يكونوا عم بعبروا عن القلق والخوف اللي هن عم يقطعوا فيه، لأنه مثل ما قلنا ما رح يكونوا مثل الراشدين قادرين يضبطوا شوي المشاعر، رح يكونوا كتير خايفين وكتير موترين. فكتير لازم نحن نشدد نسألهم كل فترة عن كيف حاسين، شو مشاعرهم، إذا خايفين يعبروا أكتر، كرمال هيدا الشيء ما نلاقيه بعدين بعوارض مختلفة عند الأطفال، يمكن التراجع بالمدرسة، يمكن التراجع بالنطق، يمكن يكون. لكن أستاذة آلاء، يعني من خلال احتكاكك بالناس، هل شفتي أنه في فعلا هذا النوع من الوعي الكافي بضرورة الانتباه لحقوق ونفسية الأطفال خصوصا خلال الكوارث الطبيعية؟ هلأ أكيد في، ما فينا نقول أنه في الوعي الكامل، لأنه أوقات نحن كأشخاص خلص لما تخلص الأزمة بنرجع بنتعود أنه ما رح ترجع ممكن تصير، فلذلك الاستعداد النفسي بيروح بين فترة وفترة أنه ممكن يرجع يصير في كارثة طبيعية. ولكن مع المتابعة ودور الدولة ودور المنظمات إن كان المحلية أو إن كان الدولية وحتى المجتمعات المحلية، إن كان بالمدينة دارس، المعلمات، الناشطين الاجتماعيين اللي هلأ كتير عم يهتموا بالتغير البيئي، فينا نكون دايماً عم نشتغل على الوعي كرمال الكوارث وكرمال حماية حقوق الأطفال، لأنه نحن مثل ما منعرف إذا صار في كارثة أكتر الأشخاص المتضررين هن الأطفال، النساء أو الأشخاص اللي عندهم ذوي الاحتياجات الخاصة. فبالتالي الوعي مع هول الأشخاص كتير مهم ليعرفوا حقوقهم بالأزمات، من حق التعليم، المأوى، المسكن، حتى أنه يكونوا عم يقدروا ياخذوا الخدمات الأساسية للصحة النفسية وحتى للمعيشة أو للأكل، يعني الحاجات الأساسية تكون مأمنة، وبالتالي كمان الحاجات الصحة النفسية، لأنه إذا الحاجات الأساسية ما مأمنة أنا تلقائيا صحتي النفسية رح تكون عم تتأثر والعكس صحيح. طيب حنحكوا عن الاستراتيجيات الفعالة هنا لتعزيز الصحة النفسية، مثل ما أشرت إنها هي مهمة جدا في هذه الحالات، كيف ممكن تتعزز سواء الأطفال أو العائلات خلال وبعد هذا الكوارث؟ هلأ أكيد أكتر شيء نحن نبلش نعمله هو التحضير قبل الكارثة، ضمن الكارثة، والخطط ما بعد الكارثة، لأنه هول الثلاث مجالات كتير مهمين لنكون نحن متحضرين أنه نكون نحن عم نواجه هيدول الكوارث الطبيعية والبيئية، واللي هي أول شيء قبل، مثل ما كانت عم بتتفضل السيدة اللي بمصر عم تحكي كيف هي قدرت تكون عم تدرب أطفالها على أنه نحن رح يكون ممكن يصير في عنا كارثة طبيعية، وبحال صارت هيدا الكارثة الطبيعية أنا كيف فيني أتعامل معها، كيف فيني أكون عم حاربها لهيدا الكارثة الطبيعية، وكيف فيني أكون عم بتصرف. وبالتالي كمان نترك مثل ما قلت دايما مجال لهيدول الأطفال أنه هن يعبروا عن القلق والمخاوف اللي عندهم إياها، وحتى كمان قبل الأزمة ما تصير أو الكارثة الطبيعية ما تصير، دور الدولة بأنه هي تكون عم تخلق خطط طوارئ بحال صارت هيدا المشكلة، نحن وين الأماكن العامة الآمنة لهيدول الأسر أو العائلات لتنضم لها، شو الحاجات الأساسية اللي لازم تكون متوفرة بهالمقاوي اللي الدولة فاتحتها. أما ضمن خطة الطوارئ نحن بدنا نكون عم ندرب الأشخاص إن كانوا العاملين الفرونت لاينرز، يعني نحن بنعتبرهم الخط الأمامي من المساعدين الاجتماعيين أو المعالجين النفسيين أو اللي بدهم يكونوا عم بيقدموا خدمات بالمجتمع المحلي، قديه هن مدربين كمان ليكونوا
يكونوا عم بيجاوبوا على قلق هدول الأطفال أو الراشدين بما يتعلق بالكوارث الطبيعية. يعني نحن لما كتير مهم أنه نحن نكون عم نفوت برامج بالتعليم مع المعلمات بقلب المدرسة أو إن كان نشاطات بقلب المجتمعات المحلية لنعزز ثقة الأطفال بحالهم، لنعزز إنه هنن الأطفال قادرين يعبروا عن هيدول المخاوف والقلق. وبالتالي كمان نحن نكون عم نشتغل مش بس مع المعلمات ومع الأطفال، كتير مهم نكون عم نشتغل مع الأهالي ومع المجتمعات المحلية. مع الأهالي بما معناه إنه كمان الأهل رح يكونوا عم يقطعوا بفترات عصيبة، فنحن نكون عم نجرب نحمل أهل ونسمع لهم ليقدروا كمان هن يكونوا قادرين يسمعوا للآخرين ويسمعوا لأولادهم. أما بما يتعلق بالمنظمات المحلية، كتير مهم للمنظمات أن هي تكون عم تتكافأ جهودها كلها مع بعضها لتقدر هي سوا تكون عم بتشوف كل منظمة شو بتقدر تأمن، لأنه كل منظمة بتقدم خدمات مختلفة، فكرمال الجهود تكون متكافئة وما كل منظمة تكون عم بتقدم نفس الخدمات تبع المنظمة الأخرى. وآخر شيء إذا نحن بدنا نحكي بعد لمساعدة صحيح. نعم، نشكرك جزيل الشكر على أكيد جابر. التنسيق كتير مهم. نعم. شكراً 100%. شكراً لك على جابر، أخصائية برامج الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي من منظمة أنقذوا الأطفال. شكراً جزيلاً لك. أما بعد قليل، دعوات أممية لتعزيز الصداقة مع البيئة لتحسين مستقبل الأطفال، خليكم معنا. في الشمال السوري ما تزال أثار الدمار التي خلفها الزلزال هناك ما تزال واضحة وتستمر معها أيضا معاناة الكثيرين. أكيد باسل، محمد هو ناجي من الزلزال، عاش معاناة الفقد والخوف إلا أنه استطاع أن يكمل حياته بفضل الإرادة ومساندة الناس من حوله واحتوائهم. أنا محمد مروان شعبان من سوريا، من قرية الجينة، مقيم في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، متزوج وعندي 4 أطفال إناث. تهدم بيتي بالزلزال بشكل كامل، طفلتي روان اللي عمرها 3 سنوات وشهر ماتت تحت الركام، ما حسنت طالعة بأثناء الزلزال، ونجينا أنا وزوجتي وثلاث أطفالي. وقدرت طالعة بعد مضي تقريبا 16 ساعة وهي تحت الركام. والله كانت الحالة النفسية متأزمة كتير بعد الزلزال، يعني بقيت من أسبوع للعشرة أيام وأنا غير مدرك للواقع بشكل تام، يعني أشعر بنفسي وكأنه أنا بمنام، ماني مستوعب الواقع، وما صار عندي إدراك لحتى قطعت العشرة أيام لحتى صرت أدرك شيء من الواقع. والله ما رحت أنا مثلاً بحثت عن طبيب نفسي لمعالجة الشيء اللي صار، ولكن كان وجود أي حدا بحياتي أو زيارة أي أحد لعندي كانت محفز لي بشكل كبير بإني أشعر بالأمان وأشعر أنه الدنيا لسه فيها يعني شوية أمان أو خير. والله بعد الزلزال تقريباً ب6 شهور بقيت فيق بالليل، وقت اللي كنا نايم فيق بوهلي وفيق بخوف، حس كأنه زلزال عم يصير، وهي الهزات الارتدادية كانت يعني تأثر على نفسيتنا كتير، بس ولكن يعني كنا نستعين بالله لنتخطاها. أعراض الجسدية، أنا تصوبت أثناء الزلزال إصابات بالغة، تصوبت برأسي وبإيدي، وكان عندي إعاقة بسيطة بالمشي بأثناء الردود الشديدة، والحالة النفسية كانت مدمرة بشكل كامل، يعني في حس إنه في زلزال عم بيصير وطلع على أولادي فبدي طالعون، ويعني وحس كأنه زلزال عم بيصير هو بالواقع ما في شيء. والله لما صار الزلزال بالمغرب والإعصار بليبيا دخل لقلبي حزن شديد، وشعرت بمأساة الأهالي وحزنهم وألمهم اللي صار فيهم، واسترجعت لحظات الزلزال الأولى اللي صارت فينا، كل ما أشوف أب عم يبكي على ولده أو أم عم تبكي على طفلة أشعر بحزنهم وأشعر بألمهم، لأنه لا اللي بيشعر بحزنك هو اللي داق من نفس كاسك اللي شربت أنت منه.
بعد الزلزال يعني أي شخص يتخيل اللي صار، أنك أنت نايم ببيتك ومع أهلك، في نص أهلك ميتين وبيتك رايح بشكل كامل مدمر بشكل تام. فانتقلت أنا لمسكن لبيت فاضي من كل شيء، وعاني بعض الأهالي ب يعني أدوات بيت بسيطة ويسيرة لحتى نحسن ننام، بعض سفنجات أو حرامات. يعني شعور كان قاسي جدا، وألم شديد، ألم الفقدان وألم الخوف وتدمر المنزل بشكل كامل وضياع الأملاك. أصعب تحديات عدت علي بعد الزلزال هي الخوف والحزن وفقدان المال. الخوف حسنت إداركه وأضبطه، ليش؟ لأنه أهل بيتي يأخذين قوتهم مني أنا ويأخذين شجاعتهم مني، فأنا لما بدي أنهار فرح ينهاروا معي، فكنت أظهر أمامه القوة وعدم الخوف. أما الحزن فما حسنت أكتمه، لأني دفنت بنتي وأخوي وعائلته بيوم واحد، فموقف عظيم ما بيحسن الإنسان يكتم فيه الحزن بهالمكان هذا وهالظرف هذا. أما التحديات المادية فيعني استأجرت بيت وسكنت فيه، ولو كانت الحياة يعني قاسية علينا بظروف المالية، بس ولكن استعنا بالله وقدرنا أنه نستمر بحياتنا ولو بأبسط الأمور. والمزيد ينضم إلينا الآن دكتور حسام فيصل، رئيس وحدة الصحة والكوارث في الصليب والهلال الأحمر. أهلا بك وصباح الخير عليك دكتور حسام. يعني في البداية، اليوم القلق البيئي أصبح معترفا به من قبل الطب النفسي، كيف إذن تؤثر الكوارث الطبيعية على صحتنا النفسية؟ يعطيكم العافية. بداية، الكوارث الطبيعية لها أثر على الصحة النفسية يعادل الأثر الذي تتركه من ناحية الإصابات المباشرة، من ناحية القلق، الشعور بالصدمة ما بعد، الشعور بالكرب التالي للصدمة، الشعور بالقلق، الشعور بعدم الاستقرار أو عدم الأمان، من ناحية فقدان الأحباء، فقدان الموارد، وأيضا فقدان الأصول الموجودة لدينا، وأيضا القلق على المستقبل وانعدام أحيانا الشعور بالأمان، ما يتلو عادة الكوارث الطبيعية. طيب، ما أهمية دعم الناجين من الكوارث الطبيعية نفسيا، وكيف يكون هذا على أرض الواقع أيضا؟ طبعا تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للأشخاص المتضررين من الكوارث يعادل بشكل كبير تقديم الخدمات الأخرى، من ناحية أيضا تسريع عمليات التعافي. هذه الخدمات مهمة جدا لإعطاء الشعور الإيجابي للأشخاص المتضررين ما بعد الكوارث، تقديم شبكة الدعم الاجتماعي لهم، تقديم خدمات وتوفر خدمات العلاج النفسي، أيضا خدمات الإحالة، وأيضا تعزيز الشعور بالتعافي الشخصي ضمن المجتمعات المحلية، ومد يد العون للأشخاص الآخرين لأنهم بحاجة إلى مثل هذا التكافل والتعاضد أيضا على مستوى المجتمع المحلي. طيب، ولكن دكتور حسام، في أي مجتمع أو مكان تعرض لكارثة بيئية، عادة ما يكون هناك نقص في كل شيء، المستلزمات الطبية، الغذائية، السكن، الأمن، الدواء، التعليم، تقريبا كل شيء. في ظل كل هذا النقص، هل يكون هناك مجال للاهتمام بالصحة النفسية؟ طبعا خدمات الصحة النفسية بداية هي حق وليس شيء إضافي نقدمه، هي تعادل بأهميتها خدمات الإغاثية الأخرى التي تقدم للأشخاص، ناهيك عن الأثر الصحي من ناحية الصحة العقلية والصحة النفسية للأشخاص المتضررين، وليس فقط الصحة الجسدية وتأمين الغذاء والشراب والإيواء. فهذا من المهم بمكان أن ننظر إلى هذا الموضوع كحق، وأيضا حفظ كرامة الأشخاص خاص من خلال تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي لهم، وايضا الاخذ بعين الاعتبار ان خدمات الدعم النفسي الاجتماعي تسرع ايضا عمليات التعافي في المجتمعات ما بعد الكوارث. ضحايا الكوارث الطبيعيه ايضا هم ليسوا فقط من سكان المدن المتضرره، كيف ندعم توازن نفسيه الجميع؟ نحن كمشاهدين نتابع الاخبار ونشعر بقلق وكانه الدور ممكن قادم علينا ايضا.
طبعا من المهم بمكان أن نحدد كمية الأخبار التي نتلقاها. دائما في الكوارث يتم التركيز على الأثر والضحايا والأثر السلبي للكارثة. من المهم مكان نراقب مدى تعلقنا بالأخبار ومتابعتنا للأخبار من خلال تحديد فترات زمنية نتابع فيها الأخبار. أيضا أن نحاول نركز على الأخبار الإيجابية مثل القصص، خدمات الإغاثة التي تقدم، بطولات التي تقدم في أثناء عمليات الاستجابة، وأن نأخذ الوقت الذي نكون فيه غير متابعين للأخبار سواء بشكل يومي أو فترات ننفصل كليا عن متابعة هذه الأخبار. وأيضا أن نحاول أن نقوم بخدمات أو نقوم بأنشطة تخفف من الأثر الضغط النفسي، كخدمات نقوم بالرياضة أو أي أنشطة بدنية، ممارسة جلسات التأمل، وأيضا التحديث إلى الآخرين عن ما نشعر به، وأيضا نأخذ بعين الاعتبار في حال احتجنا إلى مشورة تقنية أن نعلم أين يتم توفير هذه المشورة للوصول إليها عند الحاجة. طيب، إذن وفي سبيل تعزيز سلامة وصحة الأطفال النفسية حول هذه الأحداث، كيف يمكن أن نضعهم في تصور حولها دون أن نسبب لهم نوع من الهلع؟ بداية من المهم بمكان عندما نتعامل مع الأطفال يجب أن نتعامل بناء على أعمارهم وعلى البيئة الموجودين فيها. الحديث عن الكوارث يجب أن يكون مع الأطفال، ولكن يجب أن نركز على الأمور الإيجابية من ناحية الخدمات الإغاثية التي تقدم، خدمات الاستجابة للكوارث، أهمية الشعور بالآخرين، وكيفية حتى في حال كان هناك إمكانية في حملات التكافل، حملات جمع التبرعات، في حال ضمننا سلامة هؤلاء الأطفال ممكن أن يشاركوا أيضا في هذه الحملات، ما يعزز الشعور الإيجابي لدى الأطفال حول قدرتهم على المساعدة وتنمية الشعور بالتكافل والشعور بالآخرين فيما بعد الكوارث أيضا. طيب، ما هي أهمية إتاحة خبراء في الصحة النفسية في المدارس حتى يحكوا مع الطلبة عن هواجسهم، عن مخاوفهم، وحتى دعمهم حيالها؟ طبعا وجود الخدمات الاحترافية من ناحية تقديم خدمات الصحة النفسية والمشورة النفسية للأطفال والمراهقين هو شيء مهم جدا. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الأطفال والمراهقين والمراهقات يمرون بتغيرات نفسية، في أيضا تغيرات من ناحية رؤيتهم وتفكيرهم، فيجب أن نأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، هذه التغيرات التي يمرون بها بداية، وأيضا أن يشعر الطفل أو المراهق أو المراهقة بوجود بيئة آمنة تمكنهم من التحدث عن مخاوفهم، والمشورة النفسية الاحترافية في المدارس تعد إحدى هذه الأماكن الآمنة لهؤلاء من ناحية الحديث بشكل منفتح مع الداعم النفسي أو الأخصائي النفسي من ناحية هواجسهم ومخاوفهم، وأيضا الشخص يتابع ويراقب ويحيل عند الاحتياج هؤلاء الأطفال والمراهقين لخدمات أكثر تطورا عند الحاجة، ولكن أيضا يقدم لهم بعض النصائح ما يمكن أن يقوموا به، يقوم نفسه بمتابعة هذه الحالات والتدخل في الوقت المناسب من ناحية تقديم المشورة، أيضا متابعة الحديث المستمر مع هؤلاء الأطفال المراهقين مما يمكنهم من مشاركة هواجسهم وأيضا أفكارهم ومساعدتهم في أيضا تقليل القلق والشعور بالخوف ما بعد الكوارث أيضا. دكتور حسام فيصل، رئيس وحدة الصحة والكوارث في الصليب والهلال الأحمر، شكرا جزيلا لك. وفي موضوع آخر متعلق أيضا بالأطفال، أطلقت شركة سيلبريت مبادرة عملية البحث عنهم جميعا، حيث سيتبرع مزود أدوات الذكاء الاصطناعي الرقمي بتقنيته للمنظمات غير الربحية واللي تساعد في العثور على الأطفال المعرضين للخطر. هذا بالإضافة إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين ومنظمة The Exodus Road التي تحارب الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم. شركة سيلبرايت المزودة لأدوات الذكاء الاصطناعي تطلق مبادرة عملية البحث عنهم جميعاً،
المبادرة تسعى لتزويد المنظمات غير الربحية وسلطات إنفاذ القانون بتقنية الذكاء الاصطناعي سيليبرايت للمساعدة في العثور على الأطفال المعرضين للخطر أو المفقودين. وستستخدم هذه الجهات تقنية سيليبرايت لمعالجة البيانات المجمعة من الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تحليل البيانات للعثور على خيوط محتملة لقضايا اختفاء الأطفال. ويساعد هذا النظام على أداء المهام بشكل أسرع، حيث يستطيع برنامج Pathfinder التابع لشركة سيليبرايت عبر هاتف ذكي واحد معالجة أكثر من ربع مليون صورة، بدلاً من أن يقوم المحقق بفحص تلك الصور وفرزها. ولدى مكتب التحقيقات الفيدرالي ما يقرب من 360 ألف حالة اختفاء أطفال في عام 2022، بينما تلقى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين أكثر من 30 مليون تقرير عن استغلال جنسي مشتبه فيه للأطفال في العام نفسه. ووفق المحققين، يستخدم المتاجرون بالبشر والمتحرشون الجنسيون غالباً التكنولوجيا المتطورة، ويستفيدون بشكل متزايد من التشفير لحماية تفاصيل جرائمهم. في الوقت نفسه يفتقر المسؤولون عن إنفاذ القانون وخاصة في المدن والبلدات الصغيرة إلى الميزانية والقدرة على الوصول إلى الأدوات التكنولوجية التي من شأنها تسريع التحقيق والمساعدة في محاكمة الجنات. أحيا المئات في ولاية فلوريدا الأمريكية الذكرى السنوية لميلاد مارتن لوثر كينغ باعتباره أيقونة الدفاع عن الحقوق المدنية ومصدر إلهام للكثير من الأمريكيين الداعمين للعدل والمساواة في الحقوق والسلام والوحدة. أهازيج فرح وموسيقى ورقص، هكذا احتفل الأمريكيون في ولاية فلوريدا بيوم ذكرى ميلاد مارتن لوثر كينغ. الجميل هو أنه كل مكونات المجتمع التقت اليوم لإحياء ذكرى مارتن لوثر كينغ، وهو يمثل قيم الحرية والعدالة الاجتماعية. علينا أن نتعلم من إرثه، خاصة النضال سلميا. المشاركون في الاحتفالات أكدوا أن شخصية مارتن لوثر كينغ وإرثه مصدر إلهام لأمريكيين كثيرين، وأن رسالته لا تزال حية. كان مارتن لوثر كينغ رجلا عظيما، وعلينا تكريمه والاحتفاء به. لقد فعل الكثير من الأشياء للأمريكيين الأفارقة. بالنسبة لي، مارتن لوثر كينغ يمثل لي الفرصة من أجل الوحدة والسلام، وأن نلتقي كلنا من أجل مستقبل أفضل. ويعد الدكتور لوثر كينغ أيقونة النضال من أجل الحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية للأمريكيين من أصول أفريقية، وقد كلفه ذلك دخول السجن وفي وقت لاحق الاغتيال. 56 سنة مضت على رحيل مارتن لوثر كينغ، لكن إرثه النضالي ما زال حاضرا في أذهان الأمريكيين المتمسكين بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية. رضا بوشفرة، الحرة، فلوريدا. هذا إذن ما يحدث في الولايات المتحدة. دعونا ننتقل إلى الجزائر، لأن هناك صنفت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية مؤخرا قصر لالا فاطمة الواقع ببلدية العيون في ولاية الطارف شرقية البلاد، صنفته موقعا أثريا وطنيا محميا. هذا القصر الذي يعد من بين أهم المواقع الأثرية في المنطقة يحكي قصة مثيرة تعود إلى الفترة الرومانية. في هذه المنطقة الغابية من ولاية الطارف في أقصى شرقي الجزائر، ظل قصر لالا فاطمة شامخا وشاهدا على فترة قديمة من تاريخ الجزائر. يعود تاريخ القصر المكون من طابقين ومجموعة مزارع ومعاصر زيتون إلى الفترة الرومانية ما بين القرنين الثالث والرابع الميلادي، ثم استخدمه البيزنطيون الذين أحدثوا فيه تغييرات كثيرة واستعملوه كبرج للدفاع كما استخدمه المسلمون أيضا.
يحكي القصر قصة مثيرة لا تزال متداولة إلى اليوم في المنطقة المحادية لتونس، حيث تقول القصة إن امرأة حسناء اسمها للا فاطمة سكنت القصر خلال فترة الوجود العثماني في الجزائر ما بين القرنين 16 و19 الميلادي، لجأت إلى فكرة لمواجهة الجفاف الذي تضررت منه الحدائق والمزارع المحيطة بالقصر، فاشترطت أن يكون مهرها الماء بدل المال والذهب والحلي واللباس. تقول الرواية الشعبية إن أحد المعجبين بالحسناء ابتكر طريقة هندسية مستوحاة من الهندسة الرومانية، أوصل بها الماء من مناطق بعيدة إلى القرية الصغيرة والقصر، ليفوز بيد سيدة القصر من بين عديد المتقدمين لخطبتها، فيما تقول رواية أخرى إن الخاطب توفي قبل أن يتزوج منها. وبذلك حافظت للا فاطمة على قصرها والمزارع ومعاصر الزيتون التي تزخر بها المنطقة الغنية، وتحولت هذه السيدة إلى رمز للوفاء والتضحية بين قومها. ولا يزال القصر الذي يضم ورشات لتحويل منتجات فلاحية مزارا لوفود سياحية لا سيما الإيطالية منها. وهذا الآن هو ختام هذه الحلقة من برنامج اليوم، إلى اللقاء. وأكيد بإمكانكم التواصل معنا على مواقع البرنامج. دمتم في رعاية الله.